نسمح لكم جوا السفر إذا أنتم ما تتركون العراق بالجبر تحت الأمر الواقع نخليكم تتركوا العراق. القرار هو قرار. من هذا اليوم أنت بعد ما موطني. من هنا لدوخلنا راسنا هون قسم اليهود. يلا يا ابن القحبة. هاي سعد الامين. نحن اليهود ما نسيب العراق. وين لازم من هوني؟ فين سنطعوا بالهوى كني كان ومكان. قائد علي عيني دهشين كني في سلماس. هذا ابنك الحسن اللي دايما تحكي عني. قد سمعين